أشير إلى الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة. مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن 28 شهيدا في استهداف منزل يؤوي نازحين في منطقة الشعبية وسط قطاع غزة. تفاصيل مع إسلام بدر من شمال قطاع غزة. إليك إسلام. نعم، في الحقيقة هذا قصف استهدف فيه منزل لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة في حي الدرج في مدينة غزة، وسط مدينة غزة القديمة. والشهداء الذين ارتقوا هم من عائلة الطباطيبي وعائلة شعبان، وهم يبدو جيران للعائلة، كانوا قد نزحوا إلى المنزل. الغارة كانت قاسية وكبيرة ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء. تتحدث عن حوالي 28 شهيدا، الحصيلة كانت قبل دقائق 25 ولكن الآن وصل العدد إلى 28، وقد يرتفع العدد أو يزيد أكثر من ذلك نظرا لوجود إصابات بين الأهالي أيضا من الجيران. وصلوا إلى المستشفى الأهلي المعمداني وإصابتهم خطيرة، دمار كبير حل بالمنزل المستهدف المكون من عدة طبقات والمنازل المجاورة له أيضا بطبيعة الحال. هذه المنطقة هي تعتبر منطقة حيوية ومنطقة فيها حركة راجلة مستمرة نظرا لأنها تعتبر أحد الأسواق وامتدادات لسوق الساحة. بطبيعة الحال هذه المنطقة، منطقة الدرج بشكل عام، تشهد قصفا عنيفا منذ أمس. أمس تم استهداف مستودع في سوق الساحة أو سوق فراس، وهي منطقة قريبة، وارتقى 8 من الشهداء. كذلك ليلا تم استهداف مسجدين، مسجد الشيخ زكريا ومسجد خالد في نفس المنطقة ونفس الحي في الدرج بالقرب من مفرق الشعبية. وبالتالي يبدو أن تركيزا إسرائيليا، وأيضا ليس بعيدا عن ذلك بالمناسبة قصف برج الملش أو خلف برج الملش مباشرة في شارع يافا القريب أيضا من تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن تركيز لجيش الاحتلال لهذه المنطقة أو على هذه المنطقة بشكل خاص، رغم أن هذه المنطقة لا تشهد توغلا حاليا لجيش الاحتلال أو عملية عسكرية معلنة، ولكن من الواضح أن جهدا استخباراتيا عملياتيا إسرائيليا تركز عليها. وهذا يبدو سلوك إسرائيلي بالتركيز على مناطق بعينها وضرب أهداف في هذه المنطقة، ثم يتم التركيز على منطقة أخرى وهكذا، والاحتلال مستمر بالغارات. طبعا الليلة الماضية تم تسجيل غارات أخرى أيضا، بينها استشهاد رضوان رضوان وهو مسؤول مركز شرطة جباليا البلد، أحد المسؤولين الشرطيين عن لجان توزيع المساعدات والطوارئ. وسبق ذلك عصرا استهداف حامد عابد وهو أيضا مسؤول شرطي في مخيم جباليا، تم استهدافه على سطح منزله، استشهد هو ونجله. بمعنى أن السياسة الإسرائيلية مستمرة، إن كان بقصف المنازل أو قصف الشخصيات على شكل اغتيالات إسرائيلية في مناطق شمال قطاع غزة. نحن نتابع بيانات المقاومة إسلام فيما يتعلق بالاشتباكات التي تدور مع قوات الاحتلال، وذكرت بأنه في هذه المناطق المستهدفة بالغارات الإسرائيلية لا توجد اشتباكات. هل لك أن تشرح لنا خارطة انتشار القوات الإسرائيلية والمناطق الأكثر خطورة في مدينة غزة أو في وسط القطاع؟ هو المحور، كل مناطق قطاع غزة لا يمكن القول إنها ليست خطيرة، بل إنها خطيرة، لأن القصف الجوي لا يستثني منطقة على الإطلاق. ولكن المناطق التي يجتمع فيها التوغل البري مع القصف الجوي هي المناطق المحاذية لخط نتنياهو الذي يتواجد فيه جيش الاحتلال ويفصل قطاع غزة شمالا وجنوبا. هذه المنطقة إسرائيل تقصف باتجاهين، باتجاه الجنوب أي باتجاه المطرقة والنصيرات، وتقصف باتجاه الشمال أي باتجاه أحياء تل الهوى ومنطقة الدحديح وشارع 8 وشارع 10. وهناك فعلا عدد من الشهداء الذين ارتقوا نتيجة هذا القصف الذي يتنوع ما بين قصف للسعي وقصف جوي. ولكن القصف الجوي يركز أيضا على عمق الأحياء في مدينة غزة، تحديدا حي درج الذي طاله كمية كبيرة من الاستهدافات وارتقى عدد كبير من الشهداء في هذه الغارة. ماذا عن المناطق الشمالية إسلام؟ المناطق الشمالية يتركز القصف المدفعي فيها حاليا، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا أيضا. الاستهدافات التي أشرنا إليها، الاغتيالات لرضوان رضوان وحامد عابد، كانت في مخيم جباليا وجباليا البلد وأحياء بيت حانون أو مدن بيت حانون وبيت لاهيا.
لا يوجد فيها أي توغل حاليا، ولكن القصف المدفعي بطبيعة الحال لا يتوقف، مستمر طيلة الليل. هناك تسجيل لعدد من الغارات بالقصف المدفعي الإسرائيلي، وأيضا في بعض المرات كان هناك قصف جوي لبعض الأهداف، ولكن لم تسجل مجازر أو استهدافات كبرى بالمعنى الذي يشبه مثلا استهداف عائلة الطباطيبي قبل قليل في منطقة الدرج. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار حالة التوتر في تلك المناطق، ولكن التوتر الأشد والأكبر حاليا في منطقة أولا منطقة الواجهة الجنوبية لمدينة غزة، حي الصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى وشرق الزيتون أو جنوب حي الزيتون بالأحرى، ثم بعد ذلك الأحياء القديمة في مدينة غزة تحديدا، حي الدرج ومنطقة الساحة ومحيط مستشفى الأهلي المعمداني، وصولا إلى المناطق الشمالية التي تشهد قصف مدفعي. صحيح، هذا ما كنت أود أن أسألك عنه. كان حديث عن استهداف محيط مستشفى المعمداني بالأمس، كيف هو الوضع اليوم؟ هي المنطقة المستهدفة هي منطقة مليئة بالمرافق الحيوية. المستشفى الأهلي المعمداني يتواجد في حي الدرج، وهي نفس المنطقة التي تسمى سوق فراس، هي نفس المنطقة التي تسمى عسقولة أو الساحة. نحن نتحدث عن عدة عناصر متجاورة وتفصل بينها أمتار قليلة، وصولا إلى مفرق الشعبية. هذه المنطقة في محيط 2 كيلومتر، قطر دائرة 2 كيلومتر على الأكثر، هو أو تمثل حي الدرج. هذا الحي هو غزة القديمة عمليا، الذي يحوي بلدية غزة بمبناها التاريخي، المستشفى الأهلي المعمداني بكنيسته التاريخية، المسجد العمري التاريخي المهدم، سوق الساحة التاريخي المهدم، مقبرة المعمداني التاريخية. هذه المنطقة هي منطقة عمق غزة وتاريخ غزة عمليا، منطقة الدرج، وهي المنطقة التي خضعت لعملية عسكرية أكثر من مرة لجيش الاحتلال طيلة هذه الحرب، وهي التي منذ الأمس تتعرض إلى قصف مركز في منطقة عسقولة، منطقة السوق، منطقة المقبرة، منطقة شارع يافا أيضا المؤدي إليها، ومفرق الشعبية الذي شهد تدميرا لمسجدين، مسجد خالد ومسجد الشيخ زكريا، وأيضا قبل قليل هذه المجزرة بحق عائلتي الطباطيبي وشعبان في تلك المنطقة. طيب، هل لنا أن نتصور الآن كيفية تعامل الطواقم الطبية والإسعاف مع الأعداد الكبيرة للشهداء؟ ويبدو بأنه قصف عنيف هذا الذي نذكره، وراح ضحيته حتى الآن 28 شخص، بالإضافة لجرحى على منزل. هذه الغارة كانت للنازحين في منطقة الدرج، وأنت تقول بأن هذه المنطقة هي تضم عدد من المواقع المهمة من ضمنها مستشفى المعمداني. صحيح، مستشفى المعمداني في قلب هذه المنطقة، لكن يبقى مستشفى المعمداني مستشفى صغير جدا، ولا يستطيع وليس مهيئا وليس فيه إمكانيات لاستقبال هذا العدد. قبل هذه الحرب كان مستشفى المعمداني هو مستشفى متخصص لإجراء بعض العمليات وفي بعض العيادات الخارجية. الآن تم تحويل غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 30 أو 40 متر مربع فقط إلى غرفة الاستقبال، يعني لا تستطيع استقبال أكثر من 5 إلى 6 جرحى في وقت واحد. يتم صدم هذا المستشفى بعشرات الجرحى دفعة واحدة، بالتأكيد هذا يؤدي إلى شلل تام. المستشفى مرة أخرى هو أساسا يقوم ويعتمد الآن على مجموعة من المتطوعين والمتطوعات بنسبة كبيرة جدا، عدد قليل من الأطباء هم الذين يعملون فيه. إخراج مستشفى الشفاء أدى إلى إنهاك لمستشفى المعمداني الصغير، هو أقرب إلى عيادة أساسا، فيه بعض غرف العمليات البسيطة خصوصا لجراحة العظام فقط بفضل تواجد أحد الأطباء المتخصصين في جراحة العظام، ولكن بقية الإمكانيات هي يعني إمكانيات بسيطة، وهذا ينعكس مباشرة على قدرة التعامل مع الجرحى الذين يستشهد عدد كبير منهم نتيجة عدم القدرة على ملاحقة أوضاعهم الصحية أو متابعة ظروفهم أو إعطائهم ما يستحقونه من رعاية طبية، وهذا تحدثت عنه وزارة الصحة أكثر من مرة بالعموم ليس فقط في المستشفى المعمداني، لأن سوء الأوضاع الصحية، انهيار المنظومة الصحية يؤدي إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين الذين كان يمكن في ظروف أخرى إنقاذهم بأهون الأسباب أو بأبسط الأسباب، ولكن الآن مستشفى الأهلي المعمداني يكتظ حتى لا توجد فيه
منطقة لاستقبال الجثامين، يعني استقبال الجثامين بهذا العدد يؤدي إلى ازدحام، وجود مواطنين أيضا يأتون مع الإصابات تباعا يؤدي إلى اكتظاظ شديد. مساحة المستشفى مساحة صغيرة نسبيا، لا تتجاوز ربما دولومين والنصف أو يعني 2500 متر مربع. المباني التي توجد فيه مباني صغيرة، والمرافق الطبية لا يوجد فيه مثلا محطة أكسجين لإعطاء المرضى أكسجين، لا يوجد فيه أيضا غرف عمليات مهيئة ومجهزة، وبالتالي يتم تحويل عدد من المرضى والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة الموجودان في شمال قطاع غزة، وبالمناسبة هما أيضا ليس أفضل حالا من المستشفى الأهلي المعمداني، هما مستشفيان صغيران يتحملان أيضا إرفعا أكبر من قدرتهما واستطاعتهما ويعانيان بشكل كبير جدا. ولكن ما يجري هو عمليا توزيع لحجم الإصابات وحجم الجرحى الكبير من أجل محاولة المساندة في هذه الحالة، ولكن الوضع كبير أكبر من قدرة احتمال هذه المستشفيات التي أعلنت وزارة الصحة خروجها عن العمل أكثر من مرة، وهي منهارة وفق المقاييس والاعتبارات الطبية الأساسية، ولكنها تعمل بأقل الإمكانيات حاليا في محاولات يائسة لإنقاذ حياة الجرحى الذين يصلون إليها، ولكن الظروف صعبة من هناك. نحن نتحدث عن ظروف قاسية جدا، عن معاناة شديدة يعانيها الجرحى نتيجة عدم تلقيهم للرعاية الطبية، تستمر جراحهم في النزيف لساعات حتى يستشهد عدد منهم، ولم يصلهم الدور بعد لمتابعة الأطباء، وذلك بسبب قلة الإمكانيات وقلة عدد الكوادر الطبية وضغط وصغر مساحة المكان وقلة المستلزمات الطبية. شكرا جزيلا لك إسلام بدر، حدثنا من شمال